احدى المخالفات المرورية اللي دائما ما ننبه عليها، ومع العلم نشوف اكو ايجابية وثقافة مرورية عالية فيما يخص حزام الامان. السلام عليكم، شلونك حجي؟ شو اخبارك؟ يا هلا بي. شنو مخالفتك؟ الحزام. الحزام زين. احنا دا نشوف بالشارع اكو التزام عالي بارتداء حزام الامان خاصة مع وجود الكاميرات. اي صحيح. شو عجب؟ مو جاي هاي الدارة، هاي اللي هنا الصف. هاي الدارة اي، بس هذا ما يمنع انه هذه مخالفة تحاسب عليها. صحيح. احنا طبعا بهذا التقاطع قلنا نادرا ما راح نلقى شخص ما مرتدي حزام الامان، توضح لنا هذا الموضوع. كاميرا ترصد هاي المخالفة، فدائما المواطنين اللي يجون بهذا الطريق مرتدين حزام الامان، بس الاخ هنا ما مرتدي حزام الامان. احنا شو نريد منك؟ ارتدي لي حزام الامان، ارتدي لي اياه. احنا واجبنا هو خدمتكم والتنبيه عليه. نتمنى منك الالتزام بقواعد السير والمرور. توكل على الله.